المتحدث العسكري يعلن مقتل 59 إرهابيا في العمليات القتالية التي جرت أمس بشمال سيناء واستشهاد 7 من أبطال القوات المسلحة. كاميرا النيل الأخبار تحتفل بعيد الفطر مع عمال مشروع قناة السويس الجديدة، ومميش يؤكد للنيل الانتهاء من أعمال الحفر الجمعة المقبلة. مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة نحو 200 في قصف للمتمردين الحوثيين على حي سكني بمدينة عدن جنوبي اليمن. الثامنة مساء في القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من على شاشة النيل، مرحبا بكم. أعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير إجمالي نتائج أعمال قتال القوات المسلحة ضد البؤر والعناصر الإرهابية التكفيرية أمس. وأشار المتحدث العسكري في بيان له اليوم إلى مقتل 59 عنصرا إرهابيا تكفيريا، كذلك تم تدمير مخزنين للمواد المتفجرة فضلا عن تدمير عربتين كروز ومقتل العناصر الإرهابية التي كانت بداخلها. وأضاف العميد محمد سمير أن هذه العمليات أسفرت أيضا عن تفجير عبوتين ناسفة، بالإضافة إلى إلقاء القبض على 4 إرهابيين من بينهم أحمد جمال سالم صانع العبوات الناسفة والمتفجرات. وأوضح المتحدث العسكري أن عدد شهداء أبطال القوات المسلحة ارتفع إلى 7 شهداء في نهاية يوم القتال، وأكد أنه جاري حصر الخسائر الإضافية في العناصر الإرهابية التكفيرية نتيجة للقصف الجوي، في حين تواصل القوات المسلحة أعمال المداهمة والتمشيط في شمال سيناء. في الوقت نفسه نفى المتحدث العسكري العميد محمد سمير ما ادعاه عدد من المواقع الخاصة بالكيانات الإرهابية زورا وبهتانا من استشهاد وإصابة عدد كبير من رجال القوات المسلحة نتيجة الأعمال الإرهابية الخسيسة أمس. وأضاف العميد محمد سمير في بيان له أن هذه المواقع العميلة تواصل ادعاءاتها الكاذبة التي دأبت عليها لمحاولة إثبات الوجود والتغطية على خسائرها الجسيمة. وشدد المتحدث العسكري أن القوات المسلحة تؤكد أن هذه الادعاءات عارية تماما من الصحة جملة وتفصيلا، وأن القوات المسلحة تعلن الأرقام الحقيقية لأبطالها البواسل من الشهداء والمصابين دون أدنى مواربة، تحقيقا لمبادئها وحفاظا على مصداقيتها مع شعب مصر العظيم الذي يفخر بجيشه والذي يقاتل قوى الشر والظلام تحقيقا للإرادة الشعبية المصرية الحرة. المزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا اللواء دكتور طلعت موسى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء، يعني ما دلالة اختيار هذا التوقيت من قبل العناصر الإرهابية لارتكاب هذه العمليات؟ وطبعا الدلالة الرئيسية لهذه العناصر انهم اصيبوا بضبط خسائر جسيمة وخيبة امل كبيرة نتيجة للضربات المتتابعة المتتالية الاستباقية التي تقوم بها القوات المسلحة في هذه الفترة، وبالتالي فقدوا توازنهم الاستراتيجي والتكتيكي في ميدان المعركة، ولجأوا في هذه الفترة إلى نشر الأكاذيب والشائعات وشن الحرب النفسية من خلال وسائل الإعلام الموالية لهم وشبكات التواصل الاجتماعي. أعلنوا خلالها وروجوا تحقيق انتصارات زائفة لمحاولة إثبات الوجود والتغطية على الخسائر الجسيمة اللي حصلت فيهم والادعاء وإصابة عدد كبير من قواتنا المسلحة كما يدعون. المتحدث العسكري زي ما سيادتك تفضلت في التقديم أكد أن هذه الادعاءات عارية تماما من الصحة جملة وتفصيلا، وأن القوات المسلحة بتعلم الأرقام الحقيقية لأبطالها من الشهداء الجرحى حفاظا على مصداقيتها أمام شعب مصر العظيم. ما أريده أن أوضحه هنا أن الإعلام العسكري في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخنا الحديث يعمل بحرفية عالية وبمنطقية كاملة، بيؤدي دوره بمصداقية كاملة بتعكس كفاءة القوات المسلحة وقدرتها في التعامل مع الإرهاب، وبتنقل الخبر الحقيقي إلى كافة طوائف الشعب، حقائق الموقف وما يدور في المعارك الجارية في المناطق
التي يتم فيها التعامل مع الإرهاب. يجب الثقة في بيانات المتحدث العسكري. المتحدث العسكري أصدر خلال ال 24 ساعة الماضية أربع بيانات عسكرية. البيان الأول منذ 23 ساعة بيوضح فيه أن هناك معلومات مؤكدة وضربات ضد البؤر الإرهابية، وأعلن عن مقتل 20 عنصر إرهابي. البيان الثاني بعدها بساعتين منذ 21 ساعة بيان أعلن فيه مواصلة استهداف البؤر الإرهابية، وأعلن الخسائر، وفيها أعلن خسائر الإرهابيين اللي هم كانوا في مناطق المهدية والتومة بتدمير سيارتين كروزر، وأعلن عن استشهاد ثلاثة من أبطال القوات المسلحة البواسل وإصابة أربعة. يعني أعلن عن الخسائر بتاعتنا. ثم البيان رقم ثلاثة، عندما تنامت الادعاءات الكاذبة على صفحات الفيسبوك والأخبار الكاذبة، أصدر بيانا، البيان الثالث خلال ال 24 ساعة ده بيضحط فيه الادعاءات الكاذبة على المواقع الإعلامية، واللي سيادتك تفضلت وأعلنت هذا ما قاله عن هذه الأكاذيب. الإعلان بقى الأخير بتاعه منذ خمس ساعات فقط أعلن إيه؟ حصيلة الأعمال القتالية خلال ال 24 ساعة، تقرير عن ال 24 ساعة، أعلن فيه إجمالي نتائج أعمال القوات المسلحة ضد البؤر والعناصر الإرهابية، وقال إن رجال القوات المسلحة قاموا مدعومين بغطاء جوي باستهداف البؤر، يعني بيشرح شكل العملية ومقر لتجمع العناصر الإرهابية، وأعلن خسائر الطرف الآخر الإرهابيين اللي هم 59 إرهابي واثنين مخزن للمواد المتفجرة والعربيات اللاند كروزر، وقال على قواتنا عشان المصداقية القوات المسلحة، بيقول إيه؟ ارتفع عدد شهداء أبطال القوات المسلحة إلى 7 شهداء في نهاية يوم القتال. هذه مصداقية يجب على وسائل الإعلام أن تكون وتثق فيها، ويجب على كل من يعمل في وسائل الإعلام وبيستمع أو يقرأ على صفحات الفيسبوك والكلام ده، يجب أن هو يثق في بيانات القوات المسلحة. صحيح. صحيح. والمصدر الرئيسي والحقيقي لمصر. ثقوا في قواتكم المسلحة، القوات بتحقق انتصارات باهرة في سيناء. طيب. بتوجه ضربات متتالية استباقية متلاحقة. صحيح. صحيح. أشكرك اللواء دكتور طلعت موسى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. هذا قد استنكر الأزهر الشريف في بيان له اليوم الهجوم الإرهابي ضد كمين أبو رفاعي بشمال سيناء، وأسفر عن استشهاد ثلاثة جنود، وجدد الأزهر الشريف التأكيد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب الخبيث الذي أصبح ظاهرة عالمية تقتضي التصدي لها بكل حزم وقوة، كما أكد أن تكرار حوادث الإرهاب في عدد غير قليل من بلدان العالم لهو أكبر دليل على أن هذا الخطر لا ينتمي إلى دين معين ولا إلى وطن محدد، بل هو عمل جبان تبرأ منه كافة الأديان والأعراف الإنسانية. وحذر الأزهر الشريف من أن هناك أياد داخلية وخارجية خبيثة تمول الإرهاب وتدعمه، ما يستلزم تكاتف المصريين جميعا لدحر هذا الوباء. يبدأ رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب غدا زيارة إلى غينيا الاستوائية تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين هناك، وتتناول الزيارة مناقشة سبل دعم العلاقات بين الجانبين وتعاونهما على الساحة الإفريقية. ومن المقرر أن يفتتح محلب خلال الزيارة السفارة المصرية الجديدة التي أقيمت بالعاصمة ملابو، حيث كان قد وجه في زيارته السابقة خلال شهر مايو من العام الماضي بضرورة إقامة المبنى على أعلى المستويات، مما يساهم في قيام البعثة المصرية بأداء عملها على أكمل وجه. في تصريح خاص لقناة النيل الأخبار، أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، أكد أن مدة العام التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة جعلت العاملين به يبذلون قصارى جهدهم لإنجازه. وأعرب الفريق مميش عن شكره لجميع العاملين بالمشروع لإنجازهم العمل في زمن قياسي. التمويل المصري بالفعل، تمويل من الشعب المصري، وده اللي نجح مشروع حفر قناة السويس الجديدة. طبعا هو عام ما نمناش فيه، محدش نام فيه ولا حد استريح فيه ثانية واحدة، لأن كان ملحمة عمل زي ما حضرتك قلتي ليل مع نهار، سواء في الحفر الجاف أو في أعمال التكريك أو أعمال التجهيز. بأول مرة يعني أحس بالمسؤولية يعني الملقية على
اعتقي انا والعاملين لما السيد الرئيس قال هي سنه. طبعا كانت مش مفاجاه يعني، انا اعتبرتها مهمه قتاليه، انتهالنا الرئيس يا نموت يا ننفذها، فاحنا اخترنا ان احنا ننفذها، ولو حتى لو ارواحنا هتروح، بس المهم ان احنا نبايع جيش الشعب المصري، نبايع جيش الرئيس المصري قدام العالم كله. وده اللي حصل بكل امانه، عشان يعني تشتغل صح لازم تكون مخطط صح، وبالتالي كان التخطيط مهم جدا جدا، ودراسات الجدوى والجدوى الهندسيه والفنيه والجدوى الملاحيه لازم تكون سليمه جدا. كل العمل ده شباب هيئه قناه السويس بكل امانه، وانا بشكرهم جدا، وهم اثبتوا ان هم وقود الحياه في مصر، شباب مصر وقود الحياه في مصر. كما قال الفريق مهاب ميش انه سيتم الانتهاء من حفر قناه السويس الجديده خلال الجمعه القادمه بنسبه 100% قبل الموعد المحدد. واشار ميش الى انه تم صباح اليوم الانتهاء بنسبه 97% من نسبه حفر المشروع، مؤكدا تسليم هذا الانجاز الوطني قبل المده المقرره له في 6 أغسطس المقبل. العمل خلاص على وشك الانتهاء، نفذنا النهارده وصلنا 97.2% من حجم التنفيذ على يوم الجمعه والسبت، ان شاء الله نكون وصلنا 100% وقبل الموعد المحدد. حفل الافتتاح بدا الاعداد والتجهيز له، لان الحفل لازم يكون على مستوى الحدث، لازم يقول للعالم كله ايه هي مصر وايه هم المصريين، لازم يحافظ على مصريه الحدث وعلى عالميه الحدث. مصريه الحدث دي قناه الشعب، واللي حفرها الشعب، واللي مولها الشعب، وصاحب قرارها هو رئيس الشعب. لازم الحفل ياخد الطابع المصري وعالميه الحدث، لان قناه السويس ليس مصر وحدها فقط، لكن بتخدم العالم كله، فاحنا لازم نبعت للعالم كله ان احنا بنخدمك، نوصل لك الغذاء اسرع عن طريق قناه السويس الجديده، دوائك اسرع، قطع غيارك اسرع، بترولك أسرع، أنت صديق لنا وشريك لنا. وفي نفس الوقت بنقول له إن قناة السويس الجديدة مصر بتعود من خلالها إلى خريطة الاستثمار العالمي عن طريق مشروع التنمية في منطقة قناة السويس. هنعود بقوة إلى خريطة الاستثمار العالمي، لأن ربنا حبانا بموقع عبقري مش موجود في الدنيا كلها. كانت قناة النيل الأخبار قد شاركت وفدا شعبيا من الفنانين والإعلاميين زيارة موقع قناة السويس الجديدة للاحتفال مع العمال بعيد الفطر المبارك. هذه الخطوة تأتي قبل 18 يوما من افتتاح هذا المشروع الوطني، وقد استمع الحضور لشرح من رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب ميش بشأن تطورات العمل في مشروع القناة الجديدة. المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مدحت الشريف استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي. دكتور مدحت، برأيك متى يمكن أن يشعر المواطن المصري بالفوائد والعوائد القادمة من قناة السويس الجديدة؟ الإجابة المباشرة عند اكتمال مشروعات قناة السويس ما بعد القناة الجديدة، وحتى مشروع تنمية محور قناة السويس. سيد الفريق ميش كعهدنا بيه وبيتكلم بوضوح الصراحة، أنا شفت التسجيل الحوار اللي كانت عاملاه القناة مع السيد الفريق ميش، وطبعا هو كلامه كان واضح جدا أن هذه القناة ستوفر وفي الوقت كثيرا، وبالتالي توفر في دايرة المنتجات والسلع سواء المواد الخام أو المنتجات كاملة الصنع ومعدل دورانها على مستوى العالم، فبالتالي ده بيوفر نوع من أنواع الانتعاش الاقتصادية لهذه القناة ومواردها. والإضافة لأن مشروع تنمية قناة السويس الجديدة والمشروعات والاستثمارات اللي هتبقى موجودة في هذه المنطقة التي تتوسط العالم شماله وجنوبه ستوفر كثير من الوقت في دائرة رأس المال ودائرة السلع ما بين مواد خام ومواد مصنعة، بتوافر هذه السلع في هذه المنطقة سواء مصانع أو مخازن بتخزن بها هذه السلع لتدبير الاحتياجات بشكل عاجل للدول التي تطلبها سواء إنتاج مصنع أو مواد خام. ويمكن أنا بس أشير هنا لكلمة السيد رئيس البنك الدولي في الاجتماع الذي كان في شرم الشيخ للتكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاث،
بأن دول جنوب الصحراء في إفريقيا بتستغرق وقت 37 يوم للتصدير و30 يوم للاستيراد، وده في حد ذاته استهلاك كبير جدا للوقت. وده كان مشكلته الأساسية، أن مساعدات الملاحية وخطوط الملاحية جزء كبير جدا مؤثر على اختصار هذا التوقيت. أعتقد أن المواطن المصري خلال 3 لـ5 سنوات سيكون هناك انتعاشة اقتصادية بتكامل المشروعين، قناة الجديدة ومحور تنمية قناة. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي. استقبلت حديقة الفسطاط في القاهرة نحو 100,000 زائر خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك. وقام المسؤولون عن الحديقة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتطوير المرافق كي يستمتع المواطنون بالاحتفال بالعيد. فرحة العيد من داخل حديقة الفسطاط، والتي استقبلت في ثالث أيام العيد زوارها بعد تخطيط لمساحتها الخضراء استعدادا لهذا اليوم. احنا عشان ايام العيد بالكامل بنبدأ مجهزين لها من اول يوم في رمضان، ما عندناش اجازات ومخليين الناس تشتغل على 3 ورديات، من صيانة للمسطحات الخضراء، لصيانة لدورات المية، لتجهيز المنافذ بحيث تبقى اكتر من الايام العادية. فاتحين 3 بوابات عند دخول الناس وخروجهم، مساحات خضراء وتجمعات عائلية ووجبات سريعة ساعدت الأسر على الاستمتاع بالعيد وسط وجود أمنية واستراتيجية خاصة تساعد الأهالي على العثور على أطفالهم في حال فقدانهم. وكلنا بنيجي أنا وعلى طول أنا وولادي كل سنة، والسنة دي زايد معايا حفيدي وابني الصغير، بنلعب كورة وكلنا يعني الحمد لله الجو جميل. ان شاء الله دايما مصر بخير يا رب. لا بتبقى عادات عائليه ومفيش خامه، مفيش شباب اللي بتقدر تعاكس في الناس، جو هادي وحلو. اول سنه صراحه كويسين، مشددين الامن هنا في الدخول والتفتيش يعني كويسين جدا. وبالنسبه لو في اي حد تاه من الاولاد هنا بيبلغوا في هنا الملاهي دي. انشطه متنوعه باسعار بسيطه تضفي البهجه على الاطفال في الاحتفال بعيد الفطر المبارك. اول اليوم رحت الملاهي، ركبت على المراجيح ولعبت كوره ومش حاجه بالكوره، وبنجري بلعب مع اخواتي وهناك ركبنا الملاهي، لعبت انا واخواتي برضو كوره، والبابا قال لي اوديكوا المراجيح اللي هنا. الحديقة استقبلت نحو 100,000 زائر حتى الآن، وهناك استعدادات متكاملة لاستقبال المزيد حتى نهاية الأسبوع. كل سنة وانتم طيبين. ولنزال مع أجواء عيد الفطر، حيث توافد مئات الأشخاص على الحدائق والمتنزهات بالقاهرة للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر المبارك. هذه الأجواء الاحتفالية جاءت دون تلقي أي من الأجهزة المعنية أي شكاوى من المواطنين. في كل عام تتجدد مظاهر الفرحة عند المصريين بعيد الفطر المبارك، وكعادة شعب مصر المحب للحياة يخرج المصريون بأطفالهم يجددون حالة البهجة في مظاهر احتفالية. والله انا فرحانه جدا جدا ان انا خارجه مع جوزي يعني واولادي، لان احنا بننتهز الفرصه ان احنا يبقى في العيد ونخرج في الاجازه الرسميه طبعا. واحسن حاجه عندي ان اولادي مبسوطين بمصر وبامانه واستقرارها. احنا نخليهم يبقوا سعداء ومبسوطين فرحانين بالعيد. احنا الام والاب طبعا لازم يكونوا حريصين انهم يبقوا اولادهم سعداء. حديقه جميله فيها كل المرافق، استمتاع ممكن ناخد صور فيها جميله برده، وبرده الخروجات مع اصحابي لها جو تاني اكيد يعني. ينطلق المصريون في حدائق مصر العامرة يدخلون الفرحة على أنفسهم وعلى ذويهم. وأنا ببقى مبسوطة فيها ومرتاحة ومطمنة على ابني وهو بيلعب وبيجري ومفيش فيها مشكلة يعني، وحتى لو في أي مشكلة بتتحل على طول، مفيش أي حاجة يعني. يحتفل المصريون وهم يقفون على عتبات الأمل في غد أفضل لوطن أنعم الله عليه بنعمة الأمن والأمان.
الدول العربية حوالينا كتير بتعاني من أزمات، سواء أزمات سياسية أو أزمات اجتماعية أو أزمات من حول جيرانها، لكن في مصر الحمد لله رب العالمين مهما دائت الأزمات حولنا ومهما بنقع في أزمات، بس الحمد لله رب العالمين بفضل رجالة قواتنا المسلحة، رجالة الشرطة، الناس ما بيخلوناش أبدا يبقى قلقين من أي حاجة، بنتحرك بمزاجنا في أي وقت. مصر دايما عايزينها تبقى حلوة، كل الناس اللي هم عمالين يخربوا في البلاد ويخربوا في الدنيا ديت، يعني يحاولوا يقربوا من الدين شوية عشان ربنا يكرمهم كده ويكرم مصر وتبقى بلدنا أحسن بلد. يواصل المصريون الفرحة والبهجة احتفالا بعيد الفطر المبارك، أدام الله على مصر والمصريين السعادة والأعياد. كل عام وأنتم جميعا بألف خير. نشوى صالح، النيل. ومن القاهرة إلى محافظات مصر، ففي محافظة الفيوم توفد عدد كبير من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لقضاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك بمنطقة شلالات وادي الريان. ومن جانبهم أعرب المواطنون عن سعادتهم بهدوء المنطقة وطبيعتها الخلابة، فضلا عن الوجود المكثف لقوات الأمن لتأمين الاحتفالات. نتحول إلى الشأن اليمني، حيث قتل 43 مدنيا وأصيب 173 جراء قصف عشوائي شنه المتمردون الحوثيون على المناطق السكنية والحي الشعبي في دار سعد بمدينة عدن اليمنية. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت عناصر المقاومة الشعبية السيطرة على مثلث العند المجاور لقاعدة العند الجوية جنوبي البلاد. بعد 3 أيام على إعلان الحكومة اليمنية تحرير عدن كبرى مدن الجنوب اليمني وثاني مدن اليمن، نجحت قوات المقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في دخول حي هواهي الذي يسيطر المتمردون الحوثيون على جزء كبير منه. ساعدهم في أن تتقدم باتجاه قصر رئاسة الجمهورية ومقر قيادة الفرقة الرابعة للجيش. ذلك التقدم جاء بدعم من طيران التحالف العربي الذي شن عددا من الغارات الجوية على مواقع للمتمردين الحوثيين في التواهي، وكذلك في الضاحيتين الشمالية والشرقية لعدن، بينما نفت تلك القوات الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام تابعة لميليشيات الحوثيين باستعادة المتمردين السيطرة على مطار عدن الدولية. في وسط اليمن قصفت طائرات التحالف العربي معسكر اللواء 55 صواريخ التابع للحرس الجمهوري في محافظة إب، في حين قصفت ميليشيات الحوثي مواقع نفطية غرب مدينة تعز. من ناحية أخرى قصفت طائرات التحالف مديرية حرد بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية في شمال غرب اليمن، مستهدفة عدة مواقع لعناصر الميليشيات التابعة للحوثيين. في غضون ذلك أعلنت مصادر أن عناصر المقاومة الشعبية سيطرت على مثلث العند المجاور لقاعدة العند الجوية وذلك بجنوبي البلاد، وهو الطريق المؤدي إلى محافظات الضالع ولحج وتعز، كما استولوا على عتاد عسكرية تابعة لهم وحاصروا معسكر بشمال القاعدة، وذلك في مسعى لتعزيز السيطرة على القاعدة ومحيطها بالكامل. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من عدن المهندس بدر بسلمة وزير النقل اليمني. يعني سيادة الوزير، هناك اجتماعات، سلسلة من الاجتماعات ونشاط سياسي مكثف في عدن اليوم، ما أهم نتائج تلك الاجتماعات؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالمهندس بدر بسلمة وزير النقل اليمني، بالتأكيد نعاود الاتصال به في خدمات إخبارية أخرى. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن انفجارا استهدف دورية للشرطة في قرية ذات غالبية شيعية دون وقوع إصابات، ووصفت وزارة الداخلية تفجيرا بالعمل الإرهابي. وكانت دورية أخرى للشرطة قد تعرضت لهجوم مماثل أمس قرب العاصمة المنامة. قتل 30 مسلحا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مواجهات مع القوات العراقية بمحافظة الأنبار غربي البلاد. وأشارت مصادر محلية إلى أن عناصر الشرطة صدت هجوما لمسلح التنظيم في منطقة مدينة الفلوجة شرق الرمادي وقتلت الإرهابيين. ضربات جوية وأرضية متلاحقة تستهدف مواقع تنظيم داعش الإرهابي في مختلف المناطق التي يسيطر عليها في العراق.
القوات العراقية استمرت في عملياتها العسكرية بإسناد من قوات التحالف الدولي في الرمادي والفلوجة بمحافظة الأنبار، وفي بيجي والسامراء بمحافظة صلاح الدين شمال العراق، أسفرت عن سقوط عدد من عناصر داعش. الفلوجة الآن تعد من وجهة نظر الحكومة والمؤسسة الأمنية العراقية بأنها مساحة لتجمع هذه العناصر المتطرفة أولا، وأيضا لوجود مصانع تسليح لهذه الجماعات وعملية تغذية تنظيم داعش بالسلاح. ويرى المحللون أن الدفعة الأولى من طائرات F-16 المقاتلة حققت نتائج جيدة في أولى ضرباتها ضد معاقل التنظيم الإرهابي. جانب العراقي، طيار عراقي، القرار عراقي، وهي القوة الجوية العراقية هي من تقود هذه الطائرات. بإمكان هذه الطائرات تنفيذ 20 ضربة جوية في اليوم الواحد. الأهداف التي لا تستطيع الطائرات الأخرى، سنستخدم طائرات F-16 لضرب هذه الأهداف. ووصلت الطائرات الأربع من الولايات المتحدة من إجمالي 36 طائرة تعاقدت عليها حكومة بغداد مع واشنطن لدعم عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي، خصوصا في هذه الآونة التي أعلنت خلالها القوات الحكومية بدء عملية عسكرية لتحرير مدينة الفلوجة من أيدي التنظيم الإرهابي، في خطوة يراها المراقبون مهمة على صعيد العمليات الجارية ضد التنظيم الإرهابي. أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي أن غرفة العمليات بالوزارة تلقت تقريرا من مديريات التموين على مستوى المحافظات بتحرير أكثر من 70 محضرا في مجال المخابز والأسواق والمواد البترولية خلال ثاني أيام عيد الفطر. وأكد حنفي أن الموجات الرقابية سوف تستمر يوميا على كافة محلات وأسواق الجمهورية للقضاء على السلع المغشوشة والفاسدة والمقلدة التي تضر بأمن وسلامة المواطنين، والتأكد من توافر السلع الغذائية والإعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات. أعلنت الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة عن توافد أكثر من 41 ألف زائر إلى منطقة أهرامات الجيزة خلال أيام عيد الفطر المبارك، من بينهم نحو 3100 سائح أجنبي والباقي من المصريين. وأشار المسؤول إلى أن الزائرين أبدوا سعادتهم البالغة بالاستعدادات والإجراءات التي اتخذتها المنطقة لاستقبال السائحين من مختلف الجنسيات. كانت وزارة الآثار قد اتخذت بالتعاون مع عدد من الوزارات سلسلة من الإجراءات لتوفير الراحة للمواطنين ومنع وقوع أي حوادث تعكر صفو الاحتفالات. أعلنت ناهد عشر وزيرة القوى العاملة والهجرة أن الخميس المقبل الموافق 23 من يوليو الجاري إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الثورة. وأكدت عشر أن عيد الثورة يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر. يقوم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى إيطاليا الأربعاء المقبل لدفع سبل تعزيز مجالات التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين البلدين. ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة توقيع إعلان نوايا بين الحكومتين بإنشاء مركز تكنولوجي متخصص في تصميم وإنتاج الأثاث مدينة الأثاث الجديدة بدمياط والمجهز بأحدث التقنيات الإيطالية. وتعد إيطاليا شريكا اقتصاديا وتجاريا مهما لمصر ومن الأسواق الكبيرة المستقبلة للصادرات المصرية، حيث تعد الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الاتحاد الأوروبي والثالث على مستوى العالم.
صرح وزير المالية هاني قدري أن التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للعام المالي 2015-2016 تتعلق بثلاثة ملفات رئيسية تركز عليهم السياسة المالية للحكومة، وتتمثل تلك الملفات في فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة المختلفة وتطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وضوابط تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة. أكد وزير البيئة خالد فهمي أن إدارة المحميات الطبيعية يجب أن تكون اقتصادية ولا ترتكز فقط على الحماية، ما يتطلب إقامة أنشطة داخل المحميات. وأوضح فهمي أن قانون حماية الطبيعة الجديد سيعالج أزمة الملكيات للأراضي داخل نطاق المحميات أو التي ستدخل في نطاقها، سواء ملكية عامة أو خاصة. وأشار وزير البيئة إلى أن إعلان أي محمية جديدة سيتم بعد موافقة كافة الوزارات المعنية، وأن قانون المحميات الجديد غلظ العقوبة في حالة التعدي على أرض المحميات الطبيعية. إلى السعودية، حيث أظهرت بيانات رسمية أن صادرات البلاد من النفط الخام انخفضت في مايو ليصل إلى نحو 7 ملايين برميل يوميا، من أكثر من 7,700,000 برميل يوميا في إبريل. وتعد الرياض أكبر مصدر للنفط في العالم، كما أن تحول المملكة سريعا لتصبح واحدة من أكبر الدول في مجال تكرير النفط يضيف بعدا جديدا لأسواق النفط العالمية. يأتي هذا في حين يرى محللون أن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق في أعقاب الاتفاق النووي التاريخي بين طهران والدول الكبرى يمكن أن يتسبب في توترات جديدة داخل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، وقد يعزز استراتيجية المنظمة الإنتاجية. دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لتعزيز منطقة اليورو بتشكيل حكومة وبرلمان خاص بها تتمتع بميزانية مستقلة، وذلك للتعامل مع القضايا المماثلة لأزمة الديون اليونانية ولتجاوز التباينات السياسية. وقال أولاند إن بلاده مستعدة للمشاركة مع البلدان المؤيدة لإنشاء منظمة أكثر قوة من الاتحاد الأوروبي. وأضاف الرئيس الفرنسي إلى أن منطقة اليورو نجحت خلال الأسبوع الماضي في الحفاظ على تماسكها لدعم اليونان، عازيا ذلك إلى حد كبير لنوعية العلاقات الفرنسية الألمانية والروح الأوروبية التي سادت خلال مفاوضات الديون اليونانية. ندد المدير السابق لصندوق النقد الدولي دومونيك شتراوسكان بالسياسة القاتلة التي تقودها بشكل خاص ألمانيا في منطقة اليورو، معتبرا أن التدابير التي فرضت على اليونان من شأنها خلق مناخ مدمر للوحدة الأوروبية. واتهم شتراوسكان ألمانيا بأنها اغتنمت فرصة الأزمة اليونانية لتحقيق انتصار على حكومة تنتمي لليسار المتطرف على حساب تفتيت منطقة اليورو، منتقدا رفض لإعادة هيكلة ديون اليونان بالرغم من أنه لا مفر من ذلك. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت وقفتنا الاقتصادية، ولكن بانوراما الثامنة ما زالت مستمرة مع لميس عبد الغني وشادي شاش. شكرا لك شهاب، وهذا تذكير بأهم ما ورد في النشرة من أنباء حتى الآن. المتحدث العسكري يعلن مقتل 59 إرهابيا في العمليات القتالية التي جرت أمس بشمال سيناء واستشهاد 7 من أبطال القوات المسلحة. كاميرا النيل للأخبار تحتفل بعيد الفطر مع عمال مشروع قناة السويس الجديدة، ومميش يؤكد للنيل الانتهاء من أعمال الحفر الجمعة المقبلة. مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة نحو 200 آخرين في قصف للمتمردين الحوثيين على حي سكني بمدينة عدن جنوبية اليمن. مرحبا مجددا. حملت أجهزة الأمن في قطاع غزة حملت عناصر إجرامية مسؤولية التفجيرات التي استهدفت اليوم عدة سيارات تعود لكوادر في حركة حماس وحركة الجهاد، وذلك في حي الشيخ رضوان وسط غزة. وقال شهود عيان إن الانفجارات وقعت في توقيت متزامن واستهدفت 3 سيارات لكوادر أمنية بحركتي حماس والجهاد، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.
توجه وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إلى إسرائيل في مستهل جولة شرق أوسطية تشمل السعودية والأردن أيضا في إطار حملة لطمأنة الدول التي تشعر بقلق إزاء الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران الأسبوع الماضي. وسيجري كارتر مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين على أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد غد، ومن المتوقع أن يبحث الجانبان تداعيات الاتفاق حول الملف النووي الإيراني. كما سيبحث وزير الدفاع الأمريكي في السعودية والأردن جهود التحالف الدولي الحالية لمواجهة خطر تنظيم داعش المتنامي. قبيل لقائه وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقد خطاب المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن مستقبل علاقة طهران بدول الغرب. وأكد نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أن إيران لا تبذل جهدا لإخفاء نيتها لاستغلال عشرات مليارات الدولارات التي ستتلقاها في إطار الاتفاق النووي بغية تسليح المتطرفين على حد قوله. وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن طهران أعلنت على الملأ أنها تواصل ما سماه بكفاحها ضد إسرائيل والولايات المتحدة وحلفائها. يبدأ الرئيس النيجيري محمد بخاري اليوم زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة تستمر 4 أيام يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وأشارت مصادر أمريكية إلى أن الولايات المتحدة ستعرض مساعدة الرئيس بخاري في تعقب مليارات الدولارات من الأصول النيجيرية المسروقة فضلا عن زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية للتصدي للمسلحين. وأضافت أن هذه الزيارة فرصة لتأكيد تحسين العلاقات بين البلدين منذ فوز بخاري في الانتخابات التي جرت في شهر مارس الماضي. بدأ الناخبون في كوريا الشمالية التصويت في انتخابات محلية هي الأولى من نوعها منذ تولي الزعيم كيم يونغ أون السلطة. وقد حثت السلطات المحلية المواطنين على التوجه لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بهدف تأسيس مجالس محلية تكون قادرة على تحقيق متطلباتهم. اقترع الناخبون في كوريا الشمالية في انتخابات المجالس الشعبية المحلية وهي أول انتخابات من نوعها منذ تولي الرئيس كيم جونغ أون بعد وفاة الزعيم السابق، ويحق لكل مواطن فوق 17 التصويت، ويتم الاقتراع على شخص واحد فقط في كل دائرة انتخابية سواء بالموافقة أو بالرفض. انتخاب نواب للولايات والمدن والمجالس الشعبية المحلية دليل على تماسك سلطة الشعب وقوتها. كل الناخبين يعبرون عن آرائهم في المرشحين من خلال التصويت. وانتشرت شعارات المرشحين في بيونغ يانغ لحث الناخبين على التصويت بالموافقة. صوت بالموافقة على مرشحنا للنيابة في المجلس. أعتقد أن المرشحين كخادمين للشعب سيبذلون أقصى جهدهم في العمل. وتنظم السلطات في كوريا الشمالية مهرجانات للأغاني خارج مركز الاقتراع لخلق جو من الاحتفالات طوال أيام الاقتراع. ويرى محللون أن انتخابات المجالس الشعبية والمحلية في كوريا الشمالية هي جزء من وسائل السلطات في السيطرة على المجتمع.